وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة دعاء الحربان، نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. نرحب بك معنا بداية في نشرة الثالثة، ولو تطلعينا على مسح دخل ونفقات الأسرة للعام 2024 والأهمية التي يمثلها لا سيما إطلاقكم المرحلة التجريبية منه. أهلا وسهلا فيكم، نمسي عليكم ونمسي على جميع المشاهدين والمستمعين، وشكرا على الاستضافة وسمحتوا لنا أن احنا نطرق حق إطلاق المرحلة التجريبية أو المسح التجريبي من مسح دخل نفقات الأسرة. واحدة من أهم الأدوار المنوطة حق هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية هو توفير معلومات وبيانات إحصائية دقيقة، سواء من خلال السجلات الإدارية في الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وهذه الجهات هي المنتجة والمصدرة للبيانات، أو من خلال تنفيذ مسوح إحصائية سواء إلكترونية أو ميدانية. طبعا عملية تنفيذ المسوح الإحصائية مستمرة في الهيئة، والهيئة حريصة على تنفيذها منذ إنشائها. منها كانت تعداد السكانية، كان عندنا مسوحات وما زالت الاستثمار الأجنبي، المسح السياحي، المسح الصحي وغيرها، وكل هذه المسوح تأتي تحقيقا لاستراتيجية الهيئة في توفير معلومات صحيحة وإحصاءات دقيقة وشاملة، وأيضا تحقيقا توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد عسى الله يحفظه، وطبعا وتنفيذ أيضا توجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات. نعم. طبعا مسح دخل ونفقات الأسرة 24 اللي احنا يعني صدر الحديث عنه في هذه المداخلة يمثل أهمية بالغة، وهو مشروع وطني. البحرين كانت تنفذ كل 10 سنوات، يعني أول مسح انطلق في 74. نعم. احنا أستاذة دعاء، إن شاء الله نعم طبعا. هل من رسائل توعوية أو إرشادية تودون تقديمها للأسر المشاركة في المسح؟ نعم بإذن الله. طبعا المشروع ضخم ويعتبر من أهم المشاريع الإحصائية في أي بلد تنفذ الأجهزة الإحصائية في أي بلد في العالم. نعم. هذه مشروع وطني نجاحه لن يتحقق إلا بتعاون الجميع. إحنا استقبلنا هي بياناتنا اليوم هي اللي ترسم مستقبلنا، إذا كانت البيانات الصحيحة بتقودنا إلى مستقبل صحيح بإذن الله، وبياناتنا الخاطئة بتقودنا إلى مستقبل استقبل او قرارات خاطئه يعني ما نتمنى طبعا. فبالتالي دعوتنا لجمهورنا الكريم والاسر اللي يعني بيكونون ضمن العينه العشوائيه ان يتعاونون مع الهيئه في تزويد الهيئه بالبيانات الصحيحه، مع التاكيد على ان جميع البيانات طبعا سوف تستخدم لاغراض المسح وهي بيانات سريه، وسيتم التعامل معها بسريه تامه. نعم. يعني تطرق حق أي بيانات شخصية للأفراد. شكرا لك يا سيدة دعاء الحربان، نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.